شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. حضرات المشاهدين شكرا للزميل أيمن جادة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، سهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء القمة هنا في البارك دي برانس بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. بداية ربيعنا هو عز شتاؤهم، قمة تبدأ المباراة. باريس سان جيرمان 1 ريال مدريد 3 في اعتبار عداد الذهاب يا سادة. الأجواء مشحونة، اللقاء في 45,000 صانع انتصار الذهاب. يلعب مارسيلو وكرة في الدفاع ضعف البيجي، الفيش ضعيف دفاعيا مثل بيرتشيش، ترجع كرة خطيرة صعبة جدا ويغادر الحارس مرماه، كرة عن طريق كيلور، يلعب ديكوس ديكوس طريق نافاس، الفيش الفيش الديماريا والرافا فران، يلعب رونالدو يمشي الدون يضرب رونالدو في ظهر موتا وموتا في التمس، أركو يلعب أسينسيو ريولا خد ماريا، نيمار يتفرج فيه وما يعديش الكابيتانو، يلعب كورة ولد روزاريو حط الكورة بالرأس خطيرة سريعة سينسيو يقلب كورة حلوة بيريش يضغط عليه هرب كريستيانو يدخل رونالدو، رونالدو صعبة بنزيما والكورة من كريم، كريم بنزيما شيف كورنر ركنية للريال مدريد. شوف الكورة، شوف أسينسيو، شوف أسينسيو على الهجمة المرتدة. نشوف أسينسيو أحسن من إيسكو يصلح أكثر في لعبة اليوم في ظروف اليوم. أسينسيو اللي قلب اللعبة ورا لوكاس، يمشي فاسكيز عدى فاسكيز كريستيانو رونالدو فاسكيز واحدة في خطيرة بنزيما وكرة غريبة يا كريم، غريبة يا كريم، غريبة يا كريم، الله يا معين. شوف الكرة، شوف الكرة، يرجع بالكرة أسينسيو وكرة هدف، وكرة هدف كريستيانو رونالدو أو راموس، راموس 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 راموس، مش ممكن أسينسيو، شوف راموس وين مكانه. هذه وضعية خلتها وتوقعها فمش فاول، يمشي مبابي على القائم الثاني وري كرة صعبة على المرنجي. أول المحاولات المتجرة فيها من الفريق المحلي، أول الفرص الحقيقية ممكن للبارك، أضغط فرص في مساحات مارسيلو وكرة في خطأ للسجر مع ورقة صفرة مستحقة، ورقة صفرة مستحقة على كوفازيتش، وهذا خطأ للاعب ضد ليون وفي ضد باريس. خطيرة بنزيما ينهيها كريم، يمشي بنزيما، بنزيما ويضيع الهدف القاتل. كريم بنزيما يقلب الطاولة على الريال. تتذكر، تذكر معايا بارادا ريولا، تذكروا معي بارادا ريولا، الريولا يوقف بنزيما. مش ممكن، مش ممكن يا عصفور اصطح، مش ممكن يا عصفور اصطح. يرجع بالراس الفريق يعاني والتسديدة وقريبة جدا كوفازيتش وكارفاخال، شوط عالمي للريال مدريد. مش وقت في الشوط الاول الفريق الباريسي يهاجم، كره من مبابي وضيع الهدف الاول. مبابي الفرنسي من اب كونغولي وام جزائريه احضر كره التقدم للعاصمي. مارسيلو جاب الكره راسيه خطيره جول، مش ممكن يا المد كازيميرو ملا باس ملا كره في رسميا مباراه البارك تنتهي على هذه الكره. ريال مدريد ينتصر للمرة الأولى في تاريخه في البارك دي برانس على باريس سان جيرمان.